لانطباعات وآراء جماهير الفريقين. توقعاتك للمباراة؟ توقعات إن شاء الله 2-1 لصالح مسقط إن شاء الله. ليش كل توقعاتكم 2-1؟ طبيعة 2-1، البطل نبون يفوز 2-1، 1-0، فريق اثنين قويات العروبة ومسقط يعني. بس العروبة متصدر؟ متصدر، لكن احنا أمنية نفوز إن شاء الله 2-1 أمنية يعني، والتوقع ممكن تعادل 1-1. عندكم غيابات، صوافي ما يلعب؟ والله نحن كلهم اللاعبين اللي موجودين كلهم أبطال، غيابات الداخل والحاضر كلهم إن شاء الله وتعالى كلهم أدي الواجب، وبإذن الله تعالى الموجودين رايحين إن شاء الله وتعالى يعطونا أحسن من اللي غايبين بإذن الله تعالى. لأن في الموسم هذا العروبة ومسقط لعبوا 3 مباريات وهذه الرابعة، مباراتين في الكأس، الأولى فاز فيها مسقط، ثانية طبعا فاز فيها العروبة، ثالثة في الدوري بداية المباراة كان في مسقط تعادلوا، وهذه المباراة إن شاء الله فوز حالنا. بس فوزكم ما كان له تأثير في الكأس. ليش ما في تأثير؟ يعني خرجنا من الدور، هذا الكأس لازم في خروج المغلوب يعني ذاك الدور، صح نحن في المباراة الأولى فزنا وفي الثانية فازوا هم وهذا نصيبهم. حقق الكأس العروبة وصل للنهاية. يعني هذه قاعدتكم أنتم لحجان تفوز اليوم؟ لا ما نربط القاعدة بهذه الأشياء، لكن أقول لك هذا خلفيات عن الفريق في هذا الموسم يعني، لأن مسقط ما أقل من العروبة يعني لحد الآن ماشيين مع بعض، وإن شاء الله الخطأ الفوز حان هذه المباراة. أكيد. بنشوف بعد المباراة. إن شاء الله. بجيك. إن شاء الله. 2-1. يعني أنتم جايين من هناك خلاص مبرمجين أنفسكم على 2-1؟ إن شاء الله. 2-1. 2-1. 1-0. يعني فايزين. إن شاء الله. مسقط اقول لك احنا كلنا توفق عليه مسقط يعني الاخضر يعني في بطولات مهمه يعني يحسمها يعني 0-0 الدور الاول والله الفوز ان شاء الله 3 نقاط بس مسقط صعب لا ماشي مع الاخضر ماشي صعب مسقط توقع يفوز عليكم 2-1 بعد ها مسقط توقع يفوز عليكم 2-1 بعد كره قدم نهايه الملعب ايش توقع الفوز نهايه المباراه ايش توقع الفوز؟ 2-1 العروبة مسقط متعادل معكم 0-0 الدور الاول وقت زمان اول راح من متصدر الدوري الحين؟ العروبة كم نقطة؟ المباراة العروبة فايز اكيد على اساس يشيل الدوري ايش تتوقع فاز العروبة؟ كيف؟ ليش العروبة فايز؟ اكيد العروبة فايز، العروبة ترى يمثل الحين احسن فريق يمثل السلطنة خارج اسيويا ما يحتاج الى محليا بس مسقط متعادل معكم في الدور الاول 0-0 هذاك الدور الاول في المباراه ولها ظروفه لكن احنا جاهزين وعندنا 6 مباريات مباريات كوس تعتبر داخلين على ذا الاساس يعني مسقط متعادل معكم 0-0 ب10 لاعبين تعادل معنا ب10 لاعبين ولا 22 لاعب الحين العروبه جالس يعني يراوي الناس الوجه الحقيقي للكره العمانيه يعني هذا المنطق كذا يقول معناته الدوري عرباوي وما في مجال محمد هويدي بيسجل جول شو اللي صار والله ما اعرف ايش اقول لك حقيقه يعني ما ادري صراحه هل لاعبين ما عندهم لياقه هل لاعبين ما تعرفوا حقيقه يعني بس حقيقة العروبة يستاهل حقيقة يعني بس انت ماك ما اعطيت العروبة حقه انا ما دام اني مشجع مال مسقط بقول لك مسقط بيفوز 3-1 ولا 4-1 بس انت ما احترمت العروبة قبل محترمنا من اول العروبة لا انت قلت بتفوز عليهم لا عم نفوز عليهم طبعا يا ريت نفوز عليهم ضامن الفوز لا الفوز ما حيضمن في الملعب لا انت قلت ضامن الفوز يكون. قبل المباراة ابدا لو كان ضمان الفوز كان غير عن كذا يعني طبعا الحكم صالح ان مسقط يهزم لانه فريقه كذلك من ضمن الفرق المهددة بالهبوط وهي كلها مصالح يعني الحكم سبب هزيمتكم اليوم؟ 100% لأنه أثر على نفسية اللاعبين فأصبحوا يلعبوا ضد الحكم وضد العروبة فريقك فايز تكلم خلي المرايه فريقي تعبان بعد اقول لك تعبان بعد تقدم 3-1 بعد اقول لك تعبان من دام الكوري يمشي به واللاعب ويشوف منين
مستوى الفريق زين زين يطمن ممكن ياخذ دوري يطمن والله الدوري ايش ما اقول لك ما اقدر اقول لك الا في حاله فوز بين نتيجه بين فار وسويق هي بتحدد نقول لكل من يلعب مع هذا الفريق انتبه واحرص بأهدافك على أساس أن تلعب بكرة خطيرة مع هذا الفريق العرباوي الذي يرفع رؤوسنا في كل مكان ايش بقول لك شباب صراحة ما مقصرين موجود في المدرجات ولا موجود في الملعب صراحة العروب من حضر شباب كلهم جاهزين إن شاء الله والحمد لله مرضى أنا لما قلت لك إن العروبة مضمون فايز ضمان بالله سبحانه وتعالى من خلال المعطيات الموجودة الفريق الوحيد اللي يملك تقريبا في حدود 28 لاعب جاهز يعني المدرب في حيرة الحمد لله رب العالمين ان احنا عندنا مدرب حجم عمر مزيان قدر ينسق بين التوليفة الكبيرة اللي موجودة حاليا